السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا شفت ازاي نعمل فاميلي للإنارة. اقول له انا عايز اعمل نيو فاميلي، اختار نوع بتاع هايلايتنج اوبن. دي الإنارة بتاعتي، ممكن اعمل سيلكت عليها وابدأ اعدل فيها زي ما انا عايز. ممكن اخليها مثلا بالشكل دوت، بالشكل ده، ده زي ما انا عايز. وهنا التوزيع هيبقى عامل ازاي، يعني حوالين الشكل كله ولا لتحت؟ تمام، اوكي بالشكل دوت. عايز بقى ارسم الشكل، اجي هنا اقول له كرييت وابدا ارسم اللي انا عايزه. اقول لكم مثلا حاجه بالشكل دوت، مثلا اهيت. تمام، وابدا ارسم حاجه كده. طبعا اللي جوه ده هيبقى عباره عن تجويف، ممكن ادخل كده في اي الفيجن فيهم. تمام، ابدا اعمل الفاميلي بتاعتي مثلا من هنا هنا. تمام، وابدا اعمل بقى واحده كمان. كريت دي هتبقى زي القاعده بتاعتي اهي. اوكي، دي مساحه حته صغيره كده خالص. تمام، لو جينا كده دخلنا ال 3D شفناها هتبقى عاملة زي الفاميلي، تبقى عاملة بالشكل دوت اهوت. طيب اقول له لود انت بروجكت، هيبدأ يحمل لي الفاميلي. طب عشان احطها لازم تكون تتحط في الفيو بتاع السيلينج. اروح هنا سيستم لايتنج فيكتشر وابدأ اختار الفاميلي اللي انا عايزها وابدأ احط. طبعا اقدر اغير مقاس زي ما انا عايز اهيت. هبدأ أعلم على الإنارة ديت وأدخل هنا بروبرتيز وأقول له أنا عايز أعدل في الإيديت تايب. هتلاقي هنا بقى بيبدأ يقول لك القيمة قد إيه، الوحدات بتاعتك قد إيه. هتقول له مثلا نوع الإنارة، نوع اللايتنج لوس فاكتور، نوع الكلر فلتر. تبدأ تدخل الإعدادات بتاعتك زي ما أنت عايز. اليوم فيكتشر خليها مثلا اوكي. طيب ممكن بعد كده تعمل رندر لو انت عايز. هتقول له انا عايز اشوف اللقطة معينة، كاميرا من هنا لهنا. تمام، وبعد كده بعد ما بتعمل رندر تقدر تشوف اذا كان محتاج انت تظبط الانارة، تعلي توطي، لان انا حاطط حاجة عشوائي مش من كتالوج. يعني تقول له انا عايز هنا الارتفيشال اونلي بتاعت الانتريور. هتبدأ تظبط الإنارة وتبدأ تعلي الإنارة لحد ما توصل انت عايز. يعني هتبدأ تدخل هنا وتقول له بروبرتيز وتبدأ تشوف الإعدادات. ممكن تديله لون تاني لو انت عايز، ممكن تقول له انا عايز اعدلها بالوات زي ما انت عايز. اوكي، نعمل رندر تاني. طبعا احنا عملنا درافت فالصورة جاية ضعيفة خالص. ممكن لما تعمل هاي او بس تبدأ توصل لحاجة اعلى وتحط اكتر من كاميرا، مش لازم اتنين بس. تمام، لحد ما توصل للرندر اللي انت عايزه.